Dama haber diye yaşarım. Dama haber diye yaşarım. Ben vaziyet yaşarım. Asel, asel Yasus, asel. Ben vaziyet yaşarım. Dama haber diye yaşarım. Tafli şöyle yaşarım. السوس الحلبي مشروب عرف لأبناء مدينة حلب لأكثر ربما من 100 عام 200 عام وربما أكثر، وبالتالي حلب تشتهر بهذا المشروب كإرث لهذه المدينة ولتاريخ هذه المدينة. كم هو عمر السوس الحلبي وتاريخ هذا السوس وكيف يصنع؟ سنكون معكم في تقرير في نهاية شهر رمضان مع عائلة السواس، وهي إحدى أشهر العائلات التي تقوم بصناعة السوس، وأيضا مع الفنان عمار جراح لكي نقدم هذا التقرير على الطريقة الحلبية وعلى طريقة السوس والتمر هندي المشهورة بها حلب وقلعة حلب. قدك المي يا سو يا عمري قلباني كاليسري، وانت احلى الناس في نظري، جل من سواك يا غوري. يا سواك عيونك سود يا محلاهم، قلبي متولع بهواهم، وشرابك سوس يا محلاهم، قلبي متلوع بهواهم، وشرابك سوس يا محلاهم، قلبي متلوع بهواهم. صلي شهرين عم بستناهن، اعطيني كيس يا عيوني، وقدك المي يا سو يا عمري يا غصين الباني كاليسري، وقدك المي يا سو يا عمري يا غصين الباني كاليسري، وانت احلى الناس في نظري، جل من سواك يا قمري. بالنسبة للسوس بحلب ما بتذكر قديش تاريخه، أنا بوعى عالدنيا في بيعين سوس بالحارة، يعني خصوصي بالشوبات تلاقي الناس بترقد وبياع السوس وبيشربوا هالسوسات. في ناس بيصبوا، كانوا قديما إذا يمكن نتذكر كانوا يصبوا مو بس بالكاسة، يا أخي يصبوا له يمكن الشربة من هاي، إيه لكان ياخذ له شفة من هاي مزبوط بالطاسة، وتلاقي السوسات طاسة تنتراسة. أيوة بل... هي لا هي هلا هي تحذيرها، كان حذروها الأول لك طاسة تنتراسة بالبحر غطاسة، جواتها لولو براتها نحاسة اللي هي الرمانة طبعا. وطبعا اللي ارتبط السوس برمضان، لأنه برمضان العالم بتشوب خصوصي كان لما يجي الشو برمضان، فهذا السوس هو نوع من الشراب التقليدي على طاولة الأفطار، لازم يكون في بري سوس على طاولة الأفطار وبري تمر هندي، وبري تمر هندي طبعا. بس السوس له خاصية ان هو لما بيكون بارد وبتشرب منه كاسة بيروي، لأنه فعلا بيروي. امتى التوقيت المناسب لحتى نشرب السوس؟ نشرب السوس بعد الأفطار، بعد ما تاكل بتشرب كاسة سوس تكون ممتازة مبوزة باردة، بتطري الصدر هيك بتطلع شاكل، بتبرد الجسم. ايوه ايوه اي والله صحيح. يعني توقيت صح هذا التوقيت؟ هلا ما بنحكي، شوف روحي اللي متعارف عليه الناس لما بيركوا على الافطار بحطين كاسة مي، كاسة سوس، كاسة تمر هندي وصحن شوربة، بياكلوا تمراي بياكلوا كاسة مي، اكلوا الشوربة كاسة السوس، ما كان ضر الاكل طويل، اكلوا كاسة التمر. طيب بقدر اشيل المحل الاكل بس عباكي بطنه مي. ابعت لي جواب 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 وطمني، ايوه ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ايوه يا شباب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني. القصة ليست بالسوس والتمر هندي والأكلات والطبخات الحلبية باعتبار أن مدينة حلب تشتهر بها،
القصة الكبيرة والجميلة والفاتنة والرائعة أيضا بتاريخ هذه المدينة، بحضارة هذه المدينة، بإرثها وبأبنائها أيضا. نتمنى أن نكون وفقنا بتقديم مادة وتقرير مميز عن السوس الحلبي، على أن نقدم لكم كل شيء عن حلب الشهباء. دمتم بخير وكل عام وأنتم بألف خير.